إذا أيها الأخوة المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازيدان لتغطية احتفالية الشاب عبد الرحمن العتيبي بمناسبة حفل زفافه داخل قاعة السلام. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أضعكم في قلب الحدث مع فارس هذه الليلة وعريس هذه الليلة الشاب عبد الرحمن العتيبي. بداية عبد الرحمن، نرحب بك ونمسي عليك والف مبروك. الله يبارك فيك وعقبالك وعقبال الشباب المتواجدين كلهم هنا ان شاء الله. اللهم امين. عبد الرحمن، حدثنا عن شعورك وعن اللحظه اللي انت بتمر فيها في هذه الاونه. والله شعور ما ينوصف، اني كملت نص ديني وان شاء الله للاخوان البقيه تكمله. عبد الرحمن يعني ليله بالتأكيد هي غير عن كل الليالي، ليلة من ألف ليلة وليلة. إيش تقول لكل اللي حضروا، لكل اللي شاركوك فرحتك في ليلة عمرك؟ نقول يا الله يحييهم، الله يجزاهم خير على جيتهم، وإن شاء الله نخدمهم في أفراحهم بإذن الله. اللهم أمين. عبد الرحمن، دخلت شبه وصلت إلى القفص الذهبي، إلى القفص الذهبي الذي يطمح أن يصل إليه كل شاب، ويطمح أن يصل إليه كل شاب أعزب لم يفكر ولم يأخذ حذو هذه. من متى بدأت تفكر في الزواج؟ والله نفكر في الجواز دقيقة، نسلم على الشباب. الله حياكم الله. أهلا 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 أهلا. عبد الرحمن، نكمل الحديث. يعني ليلة هي من ألف ليلة وليلة. سؤال، لديك ثلاث باقات ورود، لمن تهديها؟ أولا الباقة الأولى والثانية والثالثة للوالد، الله يعطيها العافية، الوالد والوالدة. بعد الله فضل في هالجواز. فارسة أحلامك. فارسة أحلامي أكيد هذه لها قلبي. لها قلبك. شكرا لك. هلا حياك الله.